نصر عوض محمد. أستاذ نصر، كنت عايز أعرف من حضرتك ماذا تريد من الحكومة الجديدة؟ يعني نريد إن الشعب يبقى مستريح، الناس تبقى مستريح، الغلاء اللي إحنا فيه، يعني الحاجات ترخص، الناس تبقى يعني فاهمني، الناس تبقى مستريحة، كل حاجة، الأكل والشرب بقى مستوى عالي في الغلاء. حضرتك طلبك الوحيد اللي هو ضبط الأسعار. الأسعار والحكومة تنزل وتشوف الأسعار، لأن أنت تروح مثلا، تروح لتاجر تجيب الحاجة مثلا بجنيه، تروح عند واحد تاني تلاقيها باتنين جنيه، لأن المفروض الناس دي يبقى عليها رقابة. رقابة ده أول حاجة، الرقابة، والناس المفروض يعني تتجه ربنا ببعضيها بس.